بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا ابو يوسف. تحياتي لك شادي اول لحق جميع هواة السعودية. الله يحييك ابو يوسف. السنة احنا 2018-2019 طبعا الشباب كلهم متحمسين لحق يوم اسكاكا. احنا قبل التسليم 2018-2019 طبعا عندنا احد متسابقين المملكة القدامى اللي من اول ما تأسست الهواية الى يومك هذا البطل حسين ابو شاهين والنعم. طبعا بيودي يعني بيودي من الحمام ما يقارب 100 حبة. يسمي اسماء احنا ما سمعناها يعني من دخلنا الهواية للحين. صرع فادع مشكلة هذا كله اسباق اسكاكة ما يمشي ذا الحكي. يمشي الحمام الطيب زين. طبعا جنبي هلال واحد من ابطال المملكة زين. تصريح الابطال معروفين زين اللي بيسجلوا سواء نشوف الحمام الممتاز ممتاز وديت 10 او وديت 100. اللي بيودي 100 وما فوق ما عنده اساسا ما عنده يعني امل بحمام معين. اسامي فدع صرع مشكلة الميزة العاشرة هذه في سباق سكاكة كلها بتنتهي. طبعا الرياح الى الان في سكاكة جنوبية هذه تخرع ناس واجد في السباقات الابطال معروفين. الله يوفق الجميع احنا نقول. لكن من ابطال المملكة السنة اللي جالس جنبي لو هلال لزه شوي هلال دوسري عندك بمشيئة الله زين. عندك سلمان العميري عندك بمشيئة الله اللي هو حسين مشهد من احد المرشحين. عندك ابو ناصر عندك عبد الله عبيد عندك ابو سامي عندك يا طويل العمر ابو يوسف وين قال علي جاسم عندك يا طويل العمر يعني ذول الاسماء دون قصور في احد. طبعا خالد فهد السنه اذا يسابق لي كلمه برضه بس ما اظن تبي سابق. في هواة جدد بتصير لهم كلمه طبعا عندك السيد موسى إذا خش بتصير إليه كلمة والله يوفق الجميع. الله يوفقك إن شاء الله يا أبو يوسف. أما أبو شاهين ما ضلش أبو شاهين أظنون يعني أظنون إنه يصير في العشرة من أبطال المملكة. الله يوفقه إن شاء الله. أتمنى لي لكن قلبه ضعيف زين. بس لو إني أنا تمنيت والله العظيم من كل قلبي ان انا اتمنى لي ياخذ الاول مملكة. لكن ما كل من يتمنى المرء يدركه لان الرجال منتهي. الله يوفقك ان شاء الله يا ابو يوسف. الى عندك كلمة يا هلال؟ لا ما عندي ناخذ رأي يا ابو مؤيد. تفضل. كلام ابو يوسف على عيني وراسي. بس لو في انصاف ان شاء نحط علي جاسم من ضمن العشرة اللي وش اسمه حق ابطال المملكة. هذا تصريحي. انا بودي 5 حبات تزيد عنها الفرسان. ها نعم ابو حسين يجيبها 5 حبات نشوف كم يودي هو 100 بادق قدام والوعد قدام. والله بالتوفيق ان شاء الله. الله يوفقك يا ابو مؤيد.